السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي خالد محمد، وإن شاء الله في الفيديو ده هنغطي مع بعض كيس ستادي. هنحاول نرسم لها الـ Entity Relationship Diagram. الـ Problem is stated as follows. A country bus company owns a number of buses. في عندنا شركة أتوبيسات لها أكتر من أتوبيس، تمتلك أكتر من أتوبيس. A bus is characterized by number of chairs, options. AC automatic PC and brand name. بيقول لك ان كل اتوبيس بيبقى ليه مجموعة من ال characteristics, one of which is number, هو اللي بيبقى ليه رقم عدد الكراسي الموجودة فيه, ال options يا ترى هو مكيف automatic so on, و ال brand name والماركة بتاعته. Each bus is allocated to a particular route, وكل اتوبيس بيبقى مكرس لطريق معين. وبعض routes, although some routes may have several buses, وممكن يكون في طريق يلي أكتر من أتوبيس. Each route is described by kilometers, start point, end point, and the duration. بيقولك إن كل طريق ممكن يتوصف بعدد الكيلومترات بتاعته, the start point بدايته, the end point نهايته, and the duration الوقت بتستغرق عشان توصل فيه من البداية للنهاية. Each route can pass through a number of towns. بيقول لك ان الطريق الواحد ممكن يحوض على اكثر من مدينه. A town may be situated along several routes. ممكن تكون المدينه دي بتعدي عليها اكثر من طريق. We keep track of unique name and station name in each town. لكن في كل محطه في كل مدينه في محطه, المحطه دي بيبقى ليها اسم وبيبقى ليها unique name compared to other stations in other towns. One or more drivers are allocated to one route during a period of time. بيقول لك في فترة من الوقت كل طريق بيبقى مكرس ليه عدد معين من السواقين, واحد أو أكتر. The system keep information about the driver name, mobile number, higher date, basic salary, job grade. بيقول لك ان السيستم بتاعك المفروض يقدر يحتفظ بانفورميشن عن السواق ده, اسمه, تليفونه, التاريخ اللي هو اتعين فيه, المرتب بتاعه, والجوب جريد. The system keep information about any changes in the allocations of the drivers to the route and the last route. بيقول لك ان السيستم بتاعك يقدر يحتفظ بانفورميشن عن السواقين والطرق اللي هم اخدوها واخر اخر طريق اخده كل كل سواق. احنا لو حابين دلوقتي نحدد نبتدي نرسم الـ ERD diagram بتاعنا للانفورميشن سيستم ده. Obviously اول حاجة احنا محتاجين نحددها هي الـ entities الموجودة في السيستم. الانتيتيز احنا ممكن نقول by default هي any subject that can be described by a set of characteristics. Mainly عندنا الباص is characterized by number of chairs, options, and brand name. As well احنا عندنا الراوت, ممكن نقول the route can be described using kilometers, starting point, ending point, and the duration. يبقى هنا في الـ statement الرابع, a town may be situated along several routes. We keep track of unique name and station name in each town. بيقول لك ان each town ليها اسم وليها station name. في الـ statement الخامسة بيقول لك the driver اللي موجود, كل driver بيبقى ليه driver name, mobile number, higher date, basic salary, and job grade. يبقى مين اللي احنا عندنا ال A, عندنا ال entities ديت. خلينا نعمل لهم simple description. مبدئيا هنا احنا عندنا هنا ال entity bus وال entity ديت لها ال attributes ديت. مبدئيا احنا عندنا ال number, number of chairs number, options, و brand name. اللي يخليني اقدر افرق ما بين باص والتاني هو الرقم بتاعه في
تبقى هنا underlined. هو ده ال primary key بتاعي في ال entity بس. وبالنسبة لل route، بالنسبة لل route، ال route عنده ال set of attributes ديت: kilometers, start point, end point, duration. اللي يخليني اقدر افرق ما بين راوت والتاني هو كي اتريبيوت اي دي. انا هحطه رغم انه مش موجود، بس انا مضطر احطه عشان افرق ما بين انتري، او ما فرق ما بين راوت والتاني. اللي عندنا هنا التاون، التاون ليها اللي هي يونيك نيم، وليها اي تاني ستيشن نيم، يونيك نيم ده هيبقى برايمري كي. في عندنا درايفر، الدرايفر للدرايفر نيم، موبايل نيم، هاير ديت، بيزك سالري، و جوب جريد. انا هضيف اتريبيوت زياده عشان افرق ما بين موظف والتاني. هضيف هنا الاي دي للدرايفر. انا كده حددت مين للفور انتيتيز اللي موجودين عندنا. خلينا نبتدي نحدد بعدها الريليشنز ما بين كل انتيتي ديت والتانيه. انا دلوقتي بعد ما حددت الانتيتيز، بعد ما حددت الاتريبيوتس والكي اتريبيوتس بتاعت كل انتيتي من دول، انا محتاج احدد الريليشن ما بين الانتيتي والتانية. مبدئيا احنا عندنا هنا each bus is allocated to a particular route although some routes may have several buses. ده key indicator على طبيعة الريليشن ما بين الراوت ما بين الباص. بكل بساطة ان كل باص موجود على طريق معين، بس ممكن الطريق الواحد يكون ليه اكتر من اتوبيس. فانا ممكن اقول ده في هنا some sort of relationship ما بين الراوت وما بين الباص. في الحقيقة one to many relation، ان اكتر من اتوبيس ممكن يكونوا موجودين لنفس الطريق. اعتقد العكس. Each route can pass through a number of towns. A town may be situated along several routes. ادي key indicator تاني لطبيعة الريليشن ما بين التاون وما بين الراوت. ممكن المدينة الواحدة تقع على أكتر من طريق. ممكن الطريق الواحد يحوض على أكتر من مدينة. ممكن نقول هنا إن الراوت والتاون ما بينهم many to many relation. One or more drivers are allocated to one route during a period of time. بيقول لك الطريق الواحد ممكن يكون ليه سواق او اكتر. فهنا ده indicator لطبيعة الريليشن ما بين الدرايفر والراوت. فالدرايفر والراوت في ما بينهم one to many relationship. الطريق السواق الواحد ممكن يكون لي اكتر الطريق الواحد اسف ممكن يكون لي اكتر من سواق. ماشي، خلينا نبتدي نرسم ال entity relationship diagram مع بعض. ماشي، احنا في ال عشان نقدر نرسم الـ ERD diagram، الـ relationship diagram، أنا هستخدم software اسمه eDrawMax.
اول حاجه انا هرسمها هي الـ entities. اول entity عندنا هي الباص، والباص ليه اكتر من attribute، منها هي النمبر عندنا الـ number of chairs، chairs number، عندنا options، وعندنا الـ brand name. Signing things up. دلوقتي انا رسمت حددت الانتيتي ديت والاتريبيوت بتاعتها، نسينا نحدد الكي اتريبيوت تبقى underlined. الانتيتي التانية هي الراوت، والاتريبيوت اللي احنا حددناها هي كيلومترز، عندنا الـ start point، عندنا الـ end point، وعندنا duration. ماشي، انا مضطر احط هنا attribute زيادة هو الـ ID بتاع الطريق ده عشان اقدر اميز بينه وما بين اي طريق تاني، وطبعا بانه ده كي اتريبيوت فهيبقى underlined. ماشي، يبقى ده كده الراوت التاني، الانتيتي التانية. الانتيتي التالت هي التاون، في التاون قال لي ان هي تكون ليها تو اتريبيوتس، التو اتريبيوتس بتوعها منها هي يونيك نيم، ماشي، فده ده كي اتريبيوت او برايمري كي، وعندنا الستيشن نيم. ممتاز. والانتيتي الأخيرة هي driver، والدرايفر ده دي عندنا حوالي 5 attributes. أولهم هي النيم، اسم الاتريبيوت، اسم الدرايفر، الموبايل نمبر بتاعه، الباث، الهاير ديت، اسف، البيزك سالري، و الجوب جريد. احنا هنضيف اتريبيوت زيادة عشان نقدر نميز ما بين كل درايفر والتاني، هحط له اي دي. عشان دلوقتي عملت كريشن للانتيتيز بتاعتنا،
حددت الـ key attributes ناقص ابتدي اعمل relation ما بين كل entity والـ tenant. مين اللي عندنا 3 relations ما بين الباص والراوت، ما بين الراوت والتاون، ما بين الدرايفر والراوت. شوفي عندنا اكتر من طريقة نقدر نعمل فيها representation لـ relation هنا في software ده Hydromax. مبدئيا احنا عندنا خلينا نبتدي دلوقتي نحدد الريليشنز، نرسم الريليشنز ما بين الانتيتيز والتانية. مبدئيا انا عندي many to many relationship between الراوتس والتاونز. فادي الراوتس اهي، وادي التاون تحت. يبتدي اعمل labeling للريليشن ديت، فادي احنا قلنا هي many to many، ففي التاون الواحدة بيحوض عليه اكتر من طريق، طريق الواحد ممكن يحوض على اكتر من راوت. ادي الريليشن عندنا ما بين الباص والراوت، عندنا الطريق الواحد ممكن يحوض عليه اكتر من بيس، فادي الطريق الواحد يحود عليه اكتر من اتوبيس. بعد كده عندنا الطريق الواحد في ريليشن ما بين الدرايفر والراوت، الطريق الواحد ممكن يسوق على عليه اكتر من سواق، فخلينا ندق دي كده شويه. ادي لاين كونكتور بين الراوت والدرايفر، الطريق الواحد بيسوق عليه اكتر من سواق.